اليوم وصلني صندوق عشوائي من موقع تيمو، تعالوا نفتحه مع بعض. اول شي طلع لي هذا اللوح السحري، بترسموا عليه وفيكم تمسحوا بكبسة زر، كتير حلو للاطفال وبنتي بيرلا طار عقلها فيه. واما هاي السماعة، هاي مو سماعة للأذنين، هاي بتحطوها على الرقبة وبتعمل مثل مكيف بأيام الحر. ومثل ما شايفين الأغراض اللي طلبتهم كانوا لكل العائلة، مثل ما موقع تيمو عنده أغراض لكل شي بيخطر على بالكم وبأسعار جدا حلوة. هاي طلبتها بتعمل إسقاط ضوئي، وميلا وبيرلا كتير فرحوا عليها، فيكن تغيروا الصور اللي بقلبها، كانت أحلى لعبة بالنسبة إلن. ومنكمل مع الأغراض العشوائية، طلبت هاي للشعر كتير حلوة. أما هدول المخدات الحرير ضروري تجربوهم لأنه بيحموا الشعر من التقصف وكتير مفيدين للشعر. وهي أنا الشنطة بحبها للسفر، بحط فيها الشامبويات والأشياء السائلة. وفيكن تستخدموا كود الخصم تبعي بأول تعليق لتحصلوا على كوبون بقيمة 100 يورو هدايا من موقع تيمو.